علي محمد محسن أخوه علي محسن، وقلنا فضلي وتوكلنا الله ولا عند علي محسن. طرحنا أسوأنا وعلى أساس بحق الأخ، وما يحتاجوا شي الطرفين للخلاف ولا يحتاجوا سمات التفرق هذا. قالوا أشت الشو، قلنا نشتت التقيت والرئيس، قال مرحبا. فمرينا لا عند الرئيس بلغنا، قال مستعد للقي. يوم ثاني طلعنا لا عند علي محسن، تأخرنا شوية، أقبل علي محسن وأقبل والجماعة، قالوا نأخرها. نزلنا مرينا على الرئيس وقلنا له، قلنا احنا قد التقينا بفلا وهم كانوا عند علي محسن، قال ما بخل. على كل حال عزمنا، روحنا ولقينا اصحابنا اللي هم سنحاء بني بهلو بلاد الروس مجموعة كبيرة، قالوا هم متفقين على أساس انهم يصيروا وساطة، و يبقوا ناس عند الرئيس وناس عند علي محسن. بعد ما اختطب الرئيس قال لا انا ما تبقوا شيء، انا مكفي ومفوض ما فعلته كبيرة او صغيرة. سرحنا قمنا عزمنا مرة محمل كبير، ولا واحد اللي لقيت الثاني قلت كل يعني الشوارع مرة، واحنا السيارات بيجين خمسي. مرينا لما قد احنا عند ايش ما ابوها هذا عند الكبني حق اخي عند المحطة، ايوة عند المحطة حق من هي حق توفك ايه. بعد ما وصلنا للمحطة وان الرماية حصلت من جهة الفرقة، ايوة احنا ما قدرنا نبقى قد الرصاصة ديش، وقد سقطوا اثنين ومدري ثلاثة هناك أمامنا، وقفنا وبعدها من هناك رحنا لنا. ما حتى اللي طلعوا ما عرفت أنا أن حد ما بده ولا يعني حاجة واحدة، أيوة هم جو عندما دخلنا عند الرئيس ولا عندما طلعنا عند علي محسن ما بش فوق واحد بده قريته أنا. فهذا هو ما عندي، وللأسف وللمصيبة ما حصل، لأن هم الاثنين أخوة. إحنا ما بنطلب شيء المهنة، ما بنطلب إلا الخير والرخاء والسداد، وقد عاشوا 40 سنة سمعت، ولكن قدر الله ما قدر، فهذاك ما عندي وشكراً.